توصل علماء إلى كيفية إخفاء جرعة داخل حبة صغيرة للغاية لضخ أدوية مثل الأنسولين من داخل المعدة بحسب وكالة Associated Press، وتم استلهام فكرة الأداة التي هي بحجم حبة البازلاء من شكل صدفة السلحفات، وهي قادرة على دخول المعدة والتدحرج إلى موقع معين، وبعد ذلك تضخ الحبة مواداً مثل الإنسولين المجفف في جدار المعدة.